تفهم ردة فعل المواطنين المواطن العادي. يجينا المقراتنا باش يحتجوا بالتأكيد عنده الحق المواطن لأنه تعطلت مصالحه، لكن المواطن العادي ما يجيبش لافتة مكتوبة وحبرها شايح منذ تقريبا 24 ساعة، لأنه فعلا شفنا اللافتات تندد بالاتحاد. شعارات الشعارات اتحاد معناها عديد الشعارات حتى فيها ألفاظ نبية لا فايدة في ذكرها، وإحنا في فضائية مغربية. في تقديري هذا هو إجهاض للحركة الديمقراطية والمسار الديمقراطي في تونس، وإحنا نتطلع في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مبادرة أطلقناها وإن شاء الله اليوم 16 يبدو فما شكون يحرك في العجلة في اتجاه باش الاتحاد ما يقومش بالمبادرة هذه من أجل تحقيق مسار أهداف ثورة ومن أجل مبادرات توافقية إلى حل بعض الإشكاليات السياسية في تونس.